السودان. احنا هنتواصل عبر صباح الشروق والصفحه القادمه هي الصفحه الرياضيه، ونستعرض من خلالها اهم الاحداث الرياضيه داخل وخارج السودان عبر الزميل والصحفي عثمان الاصباط. صباح الخير عليك. صباح الخير عليكم. صباح الخير على مشاهدي الشروق. صباح الخير عليك عثمان. عدد من المواضيع في الملف الرياضي، نبدا بالهلال الذي يستأنف تمارينه وتدريباته استعدادا لمباراه القمه المرتقبه. نعم، كان الهلال بعد مباراة الخرطوم جهاز الفني منح اللاعبين راحة 48 ساعة انتهت أمس، اليوم يعود للتدريبات بدون النجوم الدوليين اللي انضموا للمنتخب الوطني. نعم، استعد لمباراة القمة في فترة طويلة. المباراة هتقام يوم 23 من الشهر الجاري، اللي توقف الدوري الممتاز حتى يفسح المجال للمنتخب الوطني يستعد لمباراتين ساو تومي وجنوب أفريقيا. فبالتالي الهلال حيستعين باللاعبين الصف الثاني لتجهيزه لمباراة القمة يوم 23. هناك حديث عن اداء عدد من المباريات الوديه مع انديه الدرجه الاولى وبعض انديه الممتاز خلال هذه الفتره لتجهيز اكبر قدر من اللاعبين لمباراه القمه ومباريات المجموعات في ابطال افريقيا. نعم، هنذهب مباشره من الهلال الى المريخ والمدرب الجزائري وحسم امره مع فريق المريخ. نعم، يمكن المريخ عقد جلسه مع المدرب الجزائري يوم الخميس بخصوص انهاء العقد بعد ان امن المجلس الاداره على انهاء عقد المدرب الجزائري لتردي النتائج في الدوري الممتاز وبقاء جمال ابو عنجة على راس الجهاز الفني حتى لحين اشعار اخر، يعني وحامد بريما. المدرب الجزائري يمكن لعب الشرف على المريخ في مباراتين، تعادل مع العرف الخرطوم وخسر امام الوادي نياله في نياله، فكان الاداء لم يكن بالشكل المطلوب والمريخ فقد 5 نقاط في جولتين. فلم يقدم هو خطا مجلس انه تستعين بمدرب في منتصف الموسم وما تمنحه فرصه، فبالتالي راى المجلس انه ينهي عقد المدرب. الجلسه كانت يوم الخميس، المجلس اقترح دفع رواتب لفتره محدده، وكان خلافات ماليه في الجلسه انه المدرب طالب بمنحه كل المرتبات في العقد المنصوص عليه حتى انه يوافق على فسح العقد بالتراضي. ومجلس المدرب راى انه يمنحه جزء من المنح حتى انه باعتبار انه ما اشرف فتره طويله. فده كان نقطة الخلاف في الغد الخميس. تم منح الطرفين فرصة للتفكير حتى اليوم السبت للحسم بشكل نهائي. المدرب أمس في حوار جراه مع موقع باج نيوز الإلكتروني أكد أنه هو لن يتنازل عن حقوقه. إذا رغب مجلس المريخ في إنهاء العقد بالتراضي عليه أن يمنحه كافة رواتبه حسب العقد المنصوص عليه، وهو سيوافق بكل تأكيد ويفسخ العقد. لكن حال صار المجلس هو لن يوافق على هذا المقترح. اليوم ستكون جلسة حاسمة، أتمنى أن المجلس يعني يكون مرن في التفاوض ويمنح المدرب حقوقه كاملة حتى أنه ينهي العقد بالتراضي حتى لا يدخل في شكاوى جديدة من الفيفا. إذا نبغى في المريخ في موضوع شكاوى المدربين، يمكن المريخ تبقت له 48 ساعة لدفع مستحقات جارزيتو اللي اتفق معه المجلس أنه يدفعها يوم 10 نوفمبر الجاري، اللي هي بالغ 160 ألف دولار يعني حوالي 12 مليار. المجلس حاليا لا يملك أي مبلغ مالي، حال أنه لم يدفع خلال اليومين ديل ممكن جارزيتو حيجدد شكاوى الفيفا باعتبار انه المجلس لم يلتزم وحيخش في دوامه ثانيه. يعني ده القصد الثاني، القصد الاول تدخل الرئيس جمال والي السابق وأوتكاي المساعد الرئيس دفع الجزء القصد الاول، هذا القصد الثاني تبقت له يومين. بتمنى انه تحسم موضوع المدرب الجزائري ويوفر مجلس المريخ مبلغ مالي لجارزيتو يتفق معه، حتى انه المريخ من قبل تحول لجنه الانضباط، اي تحويل ثاني قد يؤدي الى يعني هبوط للدرجه الاولى. وبالتالي اتمنى انه تتدارك الموقف اداره المريخ حتى انه يدخل في اشكالات جديده مع الفيفا. طيب نيجي للمعسكرات، والميلاريا تقتحم معسكرات اللاعبين. نعم، يمكن الموسم المطار السنه يعني الخريف كان متواصل لفتره طويله جدا، في يعني بحسب مع موسم الامطار الكثير ده في يعني البعوضه اتولد بكثافه كبيره جدا في الفتره دي. فكل معسكرات انديه الممتاز للظرف المالي بتعسكر في دائما يعني في مقرات يعني غالبيتها يعني تركوا الفنادق، ثقافه الفنادق في المعسكرات. فبالتالي في يمكن الوادي نياله كان عانى من الامر ده في قبل مباراته مع الشرطه القطري، يمكن 7 لاعبين اساسيين لهمتهم الملاريا ومدرب الفريق مبارك سامي. لعب الفريق ناقص بسبب اداء الملاريا، فكل الانديه الممتازه الان تتخوف من اداء الملاريا في المعسكرات باعتبار انه الموسم الامطار تولدت البعوض بكثافه ادى الى يعني اصابه اعداد كبيره من السودانيين بالملاريا اللي كل سنه الناس تعاني منها.
لكن السنه دي بزياده ملحوظه يعني على السنة. صحيح، يمكن يعني استمرار موسم الخريف لفتره طويله ادى الى زياده حمى الملاريا، ومعظم الانديه بتاعت الدور الممتاز تعانت من هذه المساله منذ بدايه الدور الممتاز حتى الان، فهي تتخوف من تاثير على اللاعبين الاساسيين حتى انه لا تخسر المباريات. صحيح. طيب احنا شكوى هلال كادوغلي، والهلال يترقب يعني قرار لجنه المسابقات حول هذه الشكوى. نعم، الهلال يمكن تقدم بشكوى ضد هلال كادوغلي في اللاعب ايزي، اعتبار انه سبقته شكوى من نادي حيدوب النهود، النادي الاصلي للاعب اللي انتقل لهلال كادوغلي. فلجنه الاستئنافات امس يوم الخميس اصدرت قرار باعاده اللاعب لنادي حيدوب النهود ناديه الاصلي، وابطلت قرار لجنه لانه تسجيل اللاعب لم يتم بطريقه قانونيه، لانه لجنه شؤون اللاعبين غير الهواء لم تستوثق من اجراءات اللاعب ونهايه عقده. فالقرار كان في صالح حيدوب النهود، لجنه الاستئنافات اعاده اللاعب لناديه الاصلي وابطلت تسجيله في هلال كادوغلي. الهلال يعني استفاد من هذا الجهود دفع بشكوى لانه اللاعب شارك اساسي من مباراه الفريقين اللي خسرها الهلال العاصمي من هلال كادوغلي. فاليوم ترقب قرار لجنه المسابقات او اللجنه المنظمه حتى انه يعني يستفيد من الشكوى. في الغالب احتمال كبير جدا يعني الهلال تقوم تعاد المباراه حسب نص القواعد العامه، باعتبار ان اللاعب تسجيله كان باطل لنادي هنا، والاتحاد العام شارك في الخطا عبر لجنه شؤون اللاعبين غير الهواء، باعتبار انه اللاعب لم يتم تسجيله بطريقه قانونيه في هلال كادوغلي. والاستئنافات اعادت اللاعب لناديه الاصلي اللي هو حيدوب النهود وابطلت تسجيله لهلال كادوغلي، واكدت انه في خطا اجرائي في التسجيل، فبالتالي بنص القواعد العامه يفترض انها تعاد المباراه، لن تمنح النقاط مباشره للهلال ولكن تعاد المباراه لانه الاتحاد شارك في الخطا الاجرائي عبر لجنه شؤون اللاعبين. ففي الغالب اليوم الهلال تلقى القرار، اللجنه تجتمع زور اليوم، في الاحتمال الارجح انه تعاد المباراه لانه اللاعب مسار الشكوى معروف انه تم اعادته للنادي الاصلي. نتحدث عن المنتخب القومي اللي بيواصل تمارينه، وشيبوب ينضم ايضا لطاقم المنتخب. نعم، المنتخب يمكن يوم الخميس بدا استعداده وتم ايقاف الدوري حتى انه منحوه فرصه للاعداد للمباراتين المهمات جدا. المنتخب طبعا فشل في الوصول لنهايات امم افريقيا اللاعبين المحليين الشان بعد خسر من تنزانيا، وتم اعفائه من الدور الاول، في الدور الثاني استمر ولكن خسر من تنزانيا ولم يتاهل. تاهل للتصفيات الافريقيه مرحله المجموعات لكاس العالم قطر 2022، ومنتظر نتيجه القرعه حتى يتعرف على هويه المنافسين في المجموعه اللي حتكون صعبه جدا، لانه جميع المنتخبات تتاهل لهذه المرحله صعبه. الان المنتخب يشارك في تصفيات امم افريقيا كان 2021 اللي حتكون نهايتها في الكاميرون. المنتخب السوداني تم يعني القرعه وقعته في المجموعه الرابعه، مجموعه صعبه جدا فيها غانا وجنوب افريقيا وساوتوم. سيبدا مشوار السودان امام ساوتوم يوم 13 من نوفمبر الحالي بالخرطوم، ويغادر الى جوهانسبرغ لملاقات جنوب افريقيا في 20 من ذات الشهر، مباريات صعبه جدا. المنتخب بعد ودع تصفيات الشان عليه يعني يركز جيدا في تصفيات امم افريقيا حتى يتاهل للنهائي لانه غاب عنها طويلا. الوضع صعب جدا، لابد من تحقيق الفوز في مباراه ساوتوم الاولى في الخرطوم، والعمل على العوده بنتيجه ايجابيه من جوهانسبرغ رغم صعوبه المهمه حتى يعزز حظوظ المنتخب. تلعب ثلاث مباريات في ارضك وثلاث مباريات خارج ارضك، يعني حال حقق الفوز في الثلاث مباريات الملعوبه في الخرطوم تحصل على 9 نقاط، عاد بنقطه او نقطتين من الخارج ممكن يضمن تاهله ان شاء الله حتى لو عبر يعني البطاقه الثانيه من المجموعه. المنتخب بدا تمارين يوم الخميس بالاكاديميه، لعب مباراة استعراضية مع منتخب الجيش انتهت بالتعادل السلبي، تدرب امس وتدرب صباح اليوم في استاد الهلال. في حدث لافت انه تم يعني استدعاء لاعبين سودانيين يلعبون في الخارج، امثال اللاعب احمد يونس اللي حينشط في الدوري الهولندي، لاعب ممتاز جدا، وايضا اللاعب ياسين حامد اللي يلعب في الدوري الروماني. ايضا تم استدعاء شيبوب بعد غيبه المدرب طيلة فترة تصفيات الشان وكأس العالم، لم يستدعى شيبوب لاعب الهلال السابق وصانع العاب نادي سيمبا التنزاني الحالي، ويقدم مستوى جيد في تنزانيا، سجل اهداف كثيره وصنع اهداف، اعتبر افضل محترف حاليا في الدوري التنزاني. حتى الجمهور في تنزانيا يعني كان في حاجه لافته انه في ركشات في شوارع تنزانيا مكتوب عليها صورته واسمه، فبالتالي يعني اثبت وجوده في الدوري التنزاني، وحتى جمهور الانديه المنافسه يعني شجعوا، فبالتالي انضمامه يمثل اضافه كبيره انه شيبوب لاعب مميز جدا.
المنتخب يعاني في وسط الملعب، وهو لاعب منسجم ولعب مع معظم اللاعبين، لكن انت تبقى المشكله في اللاعبين القادمين من الدوريات الاوروبيه، لانه تولدوا وتربوا خارج السودان، محتاجين لوقت حتى ينسجموا مع الطقس واللاعبين، فهم لاعبين مميزين جدا اذا انسجموا بشكل جيد ممكن. ما لعبوا دافور يعني؟ نعم لعبوا دافور وما لعبوا مع بعض مع اللاعبين، بطول الوقت ممكن يعني يشكلوا اضافه للمنتخب، خاصه انه يستفيد من امكانياتهم، لانه محتاج لكل نقطه في التصفيات القادمه. طيب في المحور القادم هنتكلم عن الدوري الممتاز وجاهزية المرحلة القادمة للدوري الممتاز، خصوصا الفرق السودانية أو بعضها بيعتمد في الدوري الممتاز على البطولات الخارجية خصوصا الأفريقية منها. نعم الدوري الممتاز يمكن في تنافس قوي هذا الموسم، والأندية الثانية يعني استفادت من تراجع الهلال المريخ على المستوى الفني، زمان الهلال المريخ الصدارة الفارق بيكون بينه وبين بقية الأندية فارق كبير جدا 18 17 نقطة، ولكن تراجع الفني والظروف المالية الصعبة اللي يعاني منها الهلال المريخ بعد ذهاب مجلس جمال والي والكاردينال، بعد يعني الوضع المالي الصعب للناديين وكان بيسجلوا محترفين من العيار الصغير، التراجع ده نشط الأندية الثانية قدمت مستويات جيدة وبدأت تنافس قوي على الصداره، لو لاحظنا جدول الترتيب حتى نهايه الدورة المرحله التاسعه حاليا الهلال تصدر الدوري حاليا برصيد 19 نقطه، يليه الامل ب 18 نقطه في المركز الثاني، الامل قدم عروض جيده جدا هذا الموسم، لعب 9 مباريات هو نفس عدد المباريات اللي لعبها الهلال، والفرق بينه وبين الهلال نقطه واحده، الهلال في الصدارة 19 الامل 18، ياتي اهلي شندي في المركز الثالث برصيد 17 نقطه ايضا فارق نقطه واحده بين المتصدر. أهلي شندي قدم عروض جيدة احتل المركز الثالث، في المركز الرابع هلال أبيض برصيد 15 نقطة، في المركز الخامس المريخ برصيد 14 نقطة، يعني لاحظ كان المريخ بيكون منافس الهلال على الصدارة، الأوضاع الإدارية والمالية يعني انعكست على مستوى الفريق، هو الآن في المركز الخامس رغم أنه هو حقيقة لعب 7 مباريات مباراتين أقل من الصدارة ولكن مستواه لم يكن بالشكل المطلوب. برضه في ملاحظة مهمة جدا أنه الوادي نيالة في المركز السادس برصيد 14 نقطة وحي العرب في المركز السابع برصيد 14 نقطة، يعني مستويين مع المريخ والفرق بينهم وفرق الصدارة نقاط قليلة جدا. المركز الثامن كانت المفاجأة أنه الفلاح أدبر الصاعد حديثا للدوري الممتاز هو في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، مريخ الفاشر من أندية الوسط دائما في الدوري الممتاز هو الآن في المركز العاشر التاسع برصيد 10 نقاط، ليه الشرطة القضارف في المركز العاشر برصيد 9 نقاط، لاحظت الفوارق بين النقاط قليلة جدا جدا، المركز الحداشر فيه هلال كادوغلي 8 نقاط، والمركز ال 12 الرابطه كوستي 8 نقاط برضه فارق النقاط قليل، المركز ال 11 فيه الخرطوم الوطني اللي كان بيكون دائما في المركز الثالث والرابع هو الان بيرمي 5 نقاط تراجع مع عادي في المركز ال 11، ال 12 المركز ال 12 يمكن فيه هلال الفاشر برصيد 6 نقاط، المركز ال 13 ايضا في ملاحظه مهمه اهل الخرطوم في المركز ال 13 اللي كان ايضا من فرق الوسط او في المركز الخامس السادس دائما بحافظ تراجع وعادل، الملاحظتين انه ايضا في المراكز الاخيره عندنا اهلي مروي واهلي عطبر لم يحققوا فوز في 8 مباريات 9 مباريات حتى الان لم يفتح الله فوز على اهلي عطبر ولا اهلي مروي، اهلي مروي 4 نقاط واهلي عطبر في المركز الاخير برصيد نقطتين، في تباين كبير. في ملاحظه مهمه جدا ايضا الدوري السوداني حتى الان في مدرب اجنبي وحيد، ده باكد انه في ازمه ماليه، زمان معظم الانديه حتى من الاول حتى الخامسه والسادسه بتعتمد على مدربين اجانب، في مدرب وحيد هو مدرب الفاشل النيجيري عزيز ادو، هو مدرب ما باخذ مبالغ كبيره على اعتبار انه درب في السودان يمكن في طيله 10 سنوات متنقل بين الامل عطبره وبعض الفرق بتاع الدوري الممتاز، هو لا يعني تغاضى راتب كبير والراتب ملتزمه به حكومه الولايه، هو المدرب الوحيد بعد اغاله خالد ثيدان المغربي من الخرطوم الوطني، بقيه كل المدربين في الانديه 16 مدربين وطنيين، في مدربين حققوا نجاح مثل كفاح صالح مع الامل عطبره غادوا للمركز الثاني حاليا في الدوري الممتاز، ايضا ملاحظه في سباق الهدافين متصدره لاعب اهلي شندي دائما الهلال المريخ بيكون هم اللاعب اللي هو ياسر مزمل بخمسة اهداف يليه ثلاثة لاعبين من الهلال والسبب السعلة باربع اهداف، ايضا وليد الشعلة اربع اهداف ومحمد موسى الضي اربع اهداف ولاعب احمد الصادق اهلي عطبر اربع اهداف، لاحظنا انه ما في اي لاعب من المريخ في صداره الهدافين هذا الموسم، فبالتالي الانديه تستعد حاليا للجوله العاشره اللي حتنطلق غدا يوم 10 ويوم 11 وبعد ذلك مباراة القمة يوم 23 توقف الدوري حتى مباراة السودان مع جنوب افريقيا والسودان في نيجيريا. نمشي عالميا ونبدا بابطال اسيا السعودية واليابان في مباراة الذهاب الهلال السعودي واوراوا الياباني. نعم يمكن اليوم مباراة الذهاب في الرياض بين الهلال السعودي واوراوا الياباني، مباراة صعبة جدا على الهلال رغم انه قدم عروض جيدة، يملك لاعبين مميزين وصل لهذه المرحلة بعد التفوق على اندية كبيرة في السعودية.
الفرق اليابانية والكورية دائما أصبحت تكون طرف في النهائي خلال الأربع مواسم الأخيرة. الهلال السعودي يخشى سيناريو 2017 مع فريق أراوا نفسه، اتعادل معه في الرياض 1-1 وخسر أمامه في اليابان، لكن بشكل عام الهلال السعودي متفوق تفوق كبير على الأندية اليابانية، يمكن من 6 لقاءات جمعته كان التفوق فيها واضح، 4 انتصارات، ودائما في المباراه النهائيه دائما الهلال هو المتفوق على الانديه اليابانيه. ففي تفوق واضح، يعني 5 أو 6 مباريات كان فيها الفوز، 4 مباريات و2 مباراتين بالتعادل، تفوق كامل للهلال السعودي. ولكن وصول اي فريق للمباراه النهائيه يعني فيه تحدي واثبات للذات، فبالتالي الفريق اليمني يسعى انه يخطف اللقب ويحقق نتيجه جيده من الهلال في الرياض، ومن ثم يستعد لمباراه الاياب في اليابان يوم 24 القادم. فبالتالي المباراه حتكون صعبه على الفريقين، الهلال السعودي كعبه اعلى، خبرته ولاعبينه افضل من الفريق الياباني. نعم، من آسيا نذهب مباشرة إلى سحر الكرة الأوروبية والدورة الأوروبي الإيطالي الإنجليزي الإسباني، ونتحدث عن المباريات الفائتة والقادمة. نعم، يمكن الدوريات الأوروبية تعود اليوم السبت والأحد بعد توقف الأسبوع الماضي، كان في دوري أبطال أوروبا معظم الأندية لعبت فيه. اليوم يمكن في الدوري الإسباني حيلعب ريال مدريد ضد إيبار، الريال يعني يسعى للتجاوز التعادل امام ريال بيتيس في الجوله الماضيه، كان ممكن يعتلي الصداره عطفا على خساره برشلونه، فيسعى للفوز اللعبه بعد التعادل مع ريال بيتيس. ولكن فريق ايبار فريق قوي جدا، علاوه على ذلك الريال يفقد 4 لاعبين اساسيين، الوليزي جاريس بيل والكولومبي رودريجيز واوسينسيو ومارسيليو، سيغيبوا بذا الاصابات عن مباراه اليوم. ايضا حيلعب برشلونه صاحب الصدارة ضد سيلتا فيجو في غياب الأرجواني لويس سواريز، برشلونة يسعى لتفادي الهزائم والتعادل، خاصة أنه خسر في الجولة الماضية أمام ليفانتي في الدوري، وكان ممكن يبقى الصدارة إذا فاز ريال مدريد على ريال بيتيز أو أتلتيكو مدريد استطاع أن تحقيق الفوز صاحب المركز الثالث، ولكن هو خسر أمام ليفانتي وتعادل في الدوري الأوروبي أيضا يعني مع الفريق الروسي، فبالتالي يسعى لتفادي هذا الوضع ويحقق الفوز على سيلتا فيجو. ايضا حيلعب اتلتيكو مدريد الثالث امام اشبيليه اليوم او امام اسبانيول عفوا، يعني اتلتيكو مدريد المباراه الماضيه 3 مباريات اثر بالتعادل، يسعى الفوز حتى انه يبقى مع فرق الصداره. في الدوري الانجليزي حيلعب تشيلسي اليوم امام كريستال بالاس، وارسنال الخامس امام ليستر سيتي الثالث، حيلعب ايضا مانشستر يونايتد امام برايتون، وحتكون قدم قمه الجوله 13 بين ليفربول ومانشستر سيتي، فريقين بيتنافسوا على الصداره منذ الموسم الماضي، في اخر اللفه الاخيره كان السيتي حقق لقب البريمير ليج. المباراه حتكون صعبه جدا للفريقين، حال فوز السيتي حيتقلص الفارق الى 3 نقاط، الان الفارق بين الفريقين 6، ولكن فوز ليفربول حيصعد به للصداره بفارق 9 نقاط، حيوسع الفارق رغم المباراه تكون في الف في ملعب الأنفيلد، ولكن السيتي يسعى انه يحقق الفوز حتى انه يقلص الفارق بينه وبين الفريقين. في الدوري الايطالي حتكون مباريات اليوم، يمكن انتر ميلان الثاني فرق بينه نقطه واحده امام يوفنتوس، حيلعب مع هيلوس فيرونا، غدا حتكون القمه بين ميلان ويوفنتوس. اليوفي قدم عروض جيده جدا، بطل الدوري في المواسم الثمانيه الاخيره، لم يخسر حتى الان في الدوري، حيواجه ميلان القوي، هو يسعى للفوز على القطبين، فاز على انتر من قبل 3 جولات في الدوري ويسعى للفوز. انتر يعني يامل في انه ميلان يتعثر، اليوفي يتعثر امام ميلان حتى يقتنص الصداره، لانه الفرق نقطه واحده، ولكن الفرق كبير جدا بين اليوفي وميلان، 16 نقطه اليوفي متصدر، وميلان نتائجه كانت ضعيفه جدا، هو الان في المركز 11 في ترتيب الدوري الايطالي. اليوفي ايضا يدخل مباراه منتشي بعد تاهله لسم النهائي دوري الابطال قبل مرحلتين عن الجوله الرابعه، فحقق نتائج جيده في ابطال اوروبا، فيسعى للفوز حتى انه يوسع الفارق بينه وبين انتر ميلان. في الدوري الالماني اليوم تكون قمه بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، بايرن ميونخ ترنح في الدوري، خسر المباراه اللي فاتت 5 اهداف امام فرانكفورت، وادت لاقاله المدرب الكرواتي لوفاتش من الجهاز الفني، وفي حديث عن التعاقد مع مدرب ارسنال السابق ارسين فينجر. ايضا حيلعب لابزيك اليوم مباراه مهمه جدا، وحيلعب فيردر بريمن المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ. عثمان الأصباط الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي، شكرا لحضورك، لكل ما أفدتنا بك، كثر خير. شكرا لكم وشكرا لمشاهدي الشروق. شكرا على هذه الإضاءات. كل متابعينا وكل مشاهدينا، خلص صباح الشروق لهذا اليوم، ولكن بقية برامجنا مستمرة على قناة الشروق. شكرا للتيم العامل والزميل أحمد ناجي. شكرا منى. ختاما تقبلوا تحية فريق العمل الذي ساعدنا ونحن نقول جهدهم، وإلى اللقاء.